المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله في حاجة اسمها Cortical Functional Areas الـ Function والـ Effect of Lesion. والمحاضرة الجاية هتبقى الـ Blood Supply بتاعها. يعني هو أنا حبيتها دي الأول وبعدين الـ Blood Supply المحاضرة الثانية. خدنا في المورفولوجي في المورفولوجي بتاعة البرين ان في عندي ست سلكس كده سميناه سلكس وده اسمه ايه سلكس وده برايتو سيمتر وبعدين قسمنا البرين الى فرونتال لوب برايتال لوب سيمتال لوب تمبرال لوب وفي لوب على الميديا سيرفيس سميناه ليمبيك لوب اسمه ليمبيك لوب اللي هو كان عبارة عن السنجيوليت جايروس الاسمس والبارا هيبوكامبس والبارا هيبوكامبس والانكس حاجة كانت عاملة زي حرف السي كده سنجيوليت اسمس والبارا هيبوكامبس والبارا هيبوكامبس والانكس وده كان اللوب الخامس وبعدين يا جاي بقى جاي حافظ لي كلمة بانسولا لا تتبع شيء لا طبعا انسولا دي حتة زبالة كده اصلا واحدة كانت نايمة على ودانها ساعة الديفلوبمنت اوف ذا برين واتدفنت و very recently they discover its function ما كانش حد معبرها بالجزمة القديمة ولا عارف هي بتهبب ايه ولا بتنيل ايه وايه اللي دفنها الدفنة السودة دي ففي الاخر اتضح انها بتلعب حتة دور صغير في البلانينج بتاعت الكوردينيشن اوف فوكاليزيشن اوف ذا ووردز جاست ان هي بتظبط بس الفوكاليزيشن اوف ذا ووردز يعني لو حصل فيها ليجن شويه كده الواحد مش هيعرف يطلع الحروف مظبطه وخلاص يعني هيتكلم ومش هيبقى فيه افكت اوف ليجن جامد ولكن الحروف هتطلع مش مظبطه قوي المهم ان احنا قلنا في عندك التركيبه بتاعه السيريبرال هيمسفير من بره السيريبرال كورتكس ومن جوه في عندك مضل الكورتكس دي عباره عن نيرف سيلز والدكتور جمال وبتوع النيورو عرفونا في المورفولوجي وقال لك ان في حاجه اسمها بري سنترال سالكس وفي سوبيرور وانفير فرونتال وفي عندك بوست سنترال وعندك انترا برايتال وعندك ليونيد وعندك سوبيرور تيمبرال وعندك انفيرور تيمبرال سالكاي بعد كده جايروس ايه الهيصه ايه الزنبليطه دي احنا بناخد ايه هو احنا بناخد جغرافيا مش بناخد جغرافيا نيجي بقى نعمل ابلكيشن للوجع الراس اللي احنا وجعنا راسك بيه في العملي وفي النظر هنا ايه هي الابلكيشن بقى بتاعتك دي حاجة اسمها functional cortical areas كل حتة من السيريبرال كورتكس دي ليها function كل حتة انا كده قفلت حاجة قربت حاجة مش عايز انا البروجيكت اعمل ايه فقال لك ان في كل حته في السيريبرال هيمسفير ليها فانكشن وليها بلاد سبلاي ولو حصل ان في حصل في تيومر او حصل في فاسكولار ليجن في هذه الاريا هيحصل في كلينيكال مانيفيستيشن مش كلام ففي حاجه اسمها بقى الفانكشنال كورتيكال اريا اوف ذا فرونتال لوب موجودة في البرايتال لوب اللي موجود في الاوكسيبيتال لوب اللي موجود في التيمبرال لوب بالنسبة للفانكشنال كورتيكال ارياز اللي موجودة في الفرونتال لوب نمرة واحد ده اكبر واحد واكتر واحد مليان حتت محترمة
الفرونتال لوب الكورتيكال ارياز اللي موجوده فيه بنقسمها الى منطقتين، واحده اسمها بري سنترا، حته اسمها بري سنترا، وحته اسمها بري فرونتال. دكتور جمال لوجيك تكتب هنا واحد وهنا اتنين، انا كتبت هنا واحدة عشان السبوره تحتها فاضي. بس البري سنترال اريا انكلود حاجه اسمها اريا 4، اريا 6، اريا 8، اريا 44 و45، اريا 4 و6 و8 و45 و44. الاريات ايه الارقام دي؟ في واحد اسمه مش عارف ايه كده، باتمانز ولا برودمان، ها برودمان، سنه 1909 او 1906 قعد كده راجل العلم لا يكيل بالبدنجان، قعد بقى كده ومخمخ وشاف كل حته لما يعملها ابليشن يعني بوظها، يشوف ايه اللي بيحصل افكتيف ليجن ورقمهم على مزاجه هو. واحنا ايه من 1906 ولا ضالين امين وماشيين وراه. البري فرونتال اريا بقيه الايه الفرونتال لوب، ريست اوف ذا فرونتال لوب. تعالى بقى كده ناخد حته حته. البري سنترال اريا، الاريا 4، او تاني قبل ما نقول الاريا 4، البري سنترال ارياز دول كلهم بنسميهم الفيرست سوماتو موتور اريا، او بنسميهم ام اس 1. الاريا 4 بتبقى موجوده في نمره واحد، الاريا 4 دي موجوده كل البري سنترال جايرس، البري سنترال جايرس، وهتكستند على الميديال سيرفيس. هناخد حته صغيره بس كده اهو، ونعمل ان ده الميديال سيرفيس، ده الكوربس كالوزم بتاعنا، في حته سنترال سالكس هنا فاكرين، قدام السنترال سالكس في حته كده اهوت، هتبقى الاكستنشن اوف ذا اريا 4. الاريا 4 بنسميها البرايمري موتور اريا، اسمها البرايمري موتور اريا، ودي ريسبونسبل على البرفورمانس اوف انديفيديوال فولنتري موفمنت، البرفورمانس of individual voluntary movement. احنا بنسمع كلمة انت المخ وانا العضلات، ماشي، او انا المخ وانت العضلات. واحد قاعد مهندس في المكتب في المكيف، حاطط البلان كده قدامه على المكتب وعمال يخطط، وبعد كده يدي الخطة بتاعته للعمال بره ينفذوها، ماشي الكلام. اريا 4 دي العمال، المهندس بتاعها في اريا قبلها اسمها اريا 6. الاريا 6 دي بتبلين او بلان الديزاين اوف ذا موفمنت، وبعدين هترانسفير هذا البلان وهذا الديزاين الى اريا 4. اريا 4 هتانتربريتيت هذا الديزاين الى باترن اوف موفمنت، وبعدين تقوم بعتها للماسلز اللي هتبرفورم هذه الموفمنت. نترجمها بالفلاحي، عايز امسك القلم واكتب بيه على السبوره، اريا 6 هتنظم لي او هتخطط لي الحركه، اريا 4 هتعمل اوردر للماسلز اللي هتنفذ هذه الحركه. في الاريا 4 البودي بتاعنا بيبقى ريبريزنتد ابسايد داون، يعني الراس تحت، وبعد كده هو الترنك، بعد كده الايدين، بعد كده الهيب جوينت، بعد كده البرينيوم والرجلين والفوت، يجوا على الميديال سايد. يعني البني ادم يتشعلق كده على البرين، رجليه من جوه وراسه ورقبته من بره. والريبريزنتيشن في الموتور اريا اكوردنج تو ذا موفمنت اند نوت اكوردنج تو ذا ماسلز، بمعنى الفاين موفمنت بتاخد حته كبيره قوي، الجروس موفمنت بتاخد حته صغيره. يعني الثامب بتاعي ده الصابع الكبير ياخد حته كبيره جدا،
عشان الصابع الكبير ده بيشتغل عليه 8 ماسلز لوحدهم، والثمانية كلهم اسمهم بولوسز. في 2 جوينت فقط لا غير، في عظمتين في الفالنجيس ملوش بالمر ابونيوروزس فري اوت اوف هاند، ملوش دعوه بالهاند خالص. بيعمل حركات تعادل من 50 الى 75% من الاكتيفيتي اوف ذا هاند. تخيل الثامب لوحده ريبريزنت مور ذان فروم 50 to 75%. بس كلمة حلوة ولا وحشة؟ كلمة وحشة ايه؟ ثانية شتيمة؟ لا ما هذا شوية يلا عارفك يعني انت ولا افضل المميل؟ خش يا مين ام بايش هنا؟ انت قطع هذا ما في معلوم، هذا في معلوم 30 30 عندكم صفاوة الساعة 5 الساعة 5 و 12 و5 دقايق بقول لك صفاوة 12 و5 دقايق اللي شايب القهوة وساب الكوباية دي ما عندوش ذوق أيا كان إن شاء الله حتى يكون دكتور ما عندوش ذوق. فهنا الثم هي ريبريزنت مور ذان ايه من 50 ل 75% من الموفمنت اوف ذا هاند. فعلا اللي يفقد الثم بيفقد هذه البرسنتج من الموفمنت. تخيل كده واحد ما عندوش ثم الصوابع دي ولا حاجه ولا تعرف تعمل حاجه، شيل كل الصوابع وسيب الثم، ممكن يشتغل مع البالم اوف ذا هاند، هو مع البالم لوحده يعمل كل حاجه، مش عايز صوابع. لو واحد الاربعه دول اتقطعوا ومعنده ثم واحد يعمل كل حاجه، سيب له واحد مع واحد هيخلص الدنيا. المهم هنا خلاصة الكلام عشان ما نضيعش وقت، هنا هيحصل في عندنا قلنا representation according to the movement not according to the gluteus maximus اللي قد كده عندها حتة قد كده، دي هبلة دي بتقعد وبتقف بس مش تعمل حاجة تانية وبتاخد فيها الحقنة. ماشي الكلام؟ فدي اسمها الاريا ايه يا شباب؟ اريا فور او بالبرايمري موتور اريا، قلنا دي هتطلع لك الفيديو الموفمنت ليجن في الاريا فور هتدي على طول كونترالاترال هيميبليجيا. كونترالاترال هيميبليجيا شلل نصفي معكوس، والابر موتور نيورون ليجنز كلها بقى خلاص ماسل سباستيستي والمش عارف ال كل الحاجات اللي خدناها في الابر موتور نيورون. نيجي للاريا اللي بعدها اسمها بري موتور اريا او اريا 6، بري موتور اريا او الاريا 6. البري موتور او الاريا 6 دي بتاخد البوستيرور بارت اوف ذا سوبيريور والميدل والانفيرور فرونتال جايرويد. البوستيرور بارت اوف ذا سوبيريور والميدل والانفيرور فرونتال جايرويد دي اسمها الاريا 6، وهيحصل فيه اكستنشن ليها برضو على الميديال سنسس في البوستيرور بارت اوف ذا باراسنترال لوبيو. برضو نفس الموضوع كده اريا 6 مش كلام. برضه البودي هيبقى ريبريزنتد فيها ابسايد داون، وهنا دي بقى ريسبونسبل عن الديزاين اوف ذا بلان اوف ذا موف، وهنا برضه ريسبونسبل عن الفاين سكيلد موفمنت، عن الفاين سكيلد موفمنت. هنا بقى في فانكشن تانية مهمه جدا، دي بتبقى ريسبونسبل عن المينتيننس of posture which is essential for any movement. يعني انا عايز امسك البتاع ده كده خلاص
او امد ايدي علشان امسك البنش. فاريا 6 بتخليني احتفظ او بظبط وضعي في السبيس عشان لما اعمل الحركه دي ما يضحكش عليا وقع او يبقى شكلي وحش. عايز انزل من على الستبس دي ماشي. فاريا 6 بتخليني واقف ستريت بعد كده اعمل بيندنج فورورد علشان انزل رجلي. ما جيش كده بدلق مره واحده، ما انزلش زي الصنم ماشي. فهي بتبقى ريسبونسبل عن المينتنس اوف ذا بوستشر in the space which is essential for performance of any movement. حاجة تانية بتبقى responsible عن disappearance of the grasping reflex. Grasping reflex. ايه grasping reflex ده يا دكتور؟ reflex بيبقى موجود في الانفانت و few months after birth بيروح. هات اي عيل صغير لسه مولود كده حط صبعك في كف ايده هيقفل عليك ماشي؟ كده على طول. حط قلم هيقفل عليه، حط له بلحه هيقفل عليه، حط له جمره هيقفل عليه، حته نار مولعه حطها هيقفل عليه، مش هيرميها ويعيط. خلاص؟ حط له 100 ريال في ايده كده ولا 500 ريال هيمسكها، الله ده عفريت يا ابني طالع عارف الفلوس من سوق ده حمار ولا عارف حاجه. ده غلبان بقول لك ما يعرفش التمره من الجمره. خلاص؟ ده اسمه الجراسبنج ايه؟ ريفلكس. ماذا يحدث لو حصل ليجن اوف اريا 6؟ اول حاجه هتحصل ديفيكالتي في البرفورمانس اوف فاين سكيلد موفمنت. مفيش مهندسين، مفيش مهندس، الفاين موفمنت بتاعتك مش هتحصل، مفيش مهندس. الحوش بقى والمخاخ المعفنه هتشتغل والعضلات هنا هتشتغل عضلات بس مش هتشتغل ايه؟ مخ. يعني لا هيعرف يرسم كريشه يرسم ولا قلم يكتب ولا الكمان ويلعب، هي بس حاجه كده حمار كده بغل كده عمال طور يمشي يقف يقعد بس وخلاص. انما هيحصل في loss of the fine skilled movement. نمره اثنين هيحصل reappearance of the grasping reflex. reappearance of grasping reflex هيحصل تاني ان العيان ده اللي عنده اريا 6 هتحط ايدك في ايد حاجه في ايده كده هيمسكها، هتيجي تسلم عليه هيقوم ماسك ايدك. خلاص؟ دكتوره هتيجي تمد ايديها هيقوم قافش على ايديها وتقوم ضربها بالشبشب فاكراه بقى ايه تحرش جنسي وكلام من ده. فهيحصل فيه ايه؟ ري ابيرنس اوف ذا جراسبنج ريفلكس. هيحصل فيه سباستيستي. السباستيستي هتزيد قوي والتندون جيرك هيبقى اكسجريتد. والتندون جيرك هيبقى ايه؟ اكسجريتد. ما تفسير هذا الموضوع؟ تفسير هذا الموضوع انك انت اريا 4 ليها اكزيتاتور افكت على الانتير هورن سيلز، تعمل اكزيتيشن وستيميوليشن. اريا 6 بيطلع منها اكسترا بيراميدال تراكتس. بيطلع منها اكسترا بيراميدال تراكتس. اكسترا بيراميدال تراكت هاز انهبيتوري افكت على الانتير هورن سيلز. لما اريا 6 هتتشال الانهبيتوري افكت ايه؟ هيروح، هيفضل الاستيمولاتوري افكت بتاعت الاريا 4 فهيحصل هايبر اكتيفيتي للتندون جيرك او التندون جيرك هيبقى اكسجريتد اند سباستيستي اوف ذا ايه؟ اوف ذا اوز. ايه؟ اكسترا بيراميدال تراكت دي بتنزل اكسترا بيراميدال. اريا 6 اوريجن اوف اكسترا بيراميدال تراكت. خلاص؟ هنا في حاجه ثانيه نسيتني ان انا اقولها. يبقى اريا 6 هتبقى responsible عن performance of the skilled movement adjustment of the posture of the space. هتبقى responsible عن disappearance of the grasping reflex. لو حصل في lesion difficulty في performance of fine skilled movement
هيبقى في عندي نمرة 2، اللهم صل على النبي، هيحصل في reappearance of the grasping reflex. 3 spasticity and increase tendonja. دي area 6. انا بحاول ان انا ابقى simplified، وفي كلام كتير على كل الكورتيكال اريا، بس انا عايز ابقى ايه to the point، 1+1=2 وخلاص. بعد كده في عندي اريا تانية اسمها الاريا 8. الاريا 8 بتاعتي دي بتاخد البوستيرور بارت اوف ذا سوبيريور اند ميدل فرونتال جايد. شكلها تريانجولار ان شيب كده. قدام هنا بيبقى في اريا 8 بتاخد ايه؟ رايحين فين يا قال سليمان؟ انتوا قال ايه؟ انتوا ايه؟ ايه رايحين فين يا احمد؟ ها؟ عندكم موعد؟ انتوا الاثنين؟ طب واحد بس يسد يا راجل. طب بالله عليك تفرق انتوا الاثنين؟ ها؟ ما واحد يعني يقوم بالدور يا ابني. ده انتوا يعني يلا مش عشان نضيع وقت. مهم خساره والله. سيبك يا عم الهوايه اعملها بكره. طب وانت رايح تعمل ايه؟ هيوصلهم ده ولا ايه؟ ولا هو الليدر المسؤول عنهم؟ ها الاريا 8 دي هتبقى عباره عن اريا ان فرونت اوف اريا 6، هتاخد البوستيرور بارت اوف ذا سوبير اند ميدل فرونتال جايد. الاريا 8 تعتبر بارت من حاجه اسمها الفرونتال اي فيلد 1 او اسمها الفرونتال اي فيلد. خلاص اسمها فرونتال اي فيلد. الفرونتال اي فيلد ده حته يعني الاريا 8 في جزء منها، ها جزء منها من الفرونتال اي فيلد، والفرونتال اي فيلد ده هياخد حته من اريا 6 وحته من اريا 8، وقدام اريا 8 في اريا 9، يبقى 6 و8 و9. 6 و8 و9 دي اسمها الفرونتال اي فيلد 1. الفرونتال اي فيلد 1 ده ريسبونسبل عن اللاترال كونجوجيت موفمنت اوف ذا اي. فولنتري لاترال كونجوجيت موفمنت اوف ذا اي يعني ايه؟ فولنتري لاترال كونجوجيت موفمنت اوف ذا اي تتبع الاوبجكت بعينك الاثنين بمزاجك. خلاص يعني المحماتي دول لما خرجوا انا بصيت عليهم بعينيا كده بمزاجي مش غصب عني. لو اتحركت عينتين الاثنين غصب عني دي اللي هتبقى انفولنتري لاترال كونجوجيت موفمنت اوف ذا اي. الانفولنتري لاترال كونجوجيت موفمنت اوف ذا اي السنتر بتاعها في الاوكسيبيتال لوب. السنتر بتاعها في الاوكسيبيتال لوب اللي هي الموفمنت اوف ذا اي انفولنتري. انما الفولنتري لاترال كونجوجيت موفمنت اوف ذا اي الفانكشن بتاعت الفرونتال اي فيلد 1 اللي هي اريا 6 اريا 8 اند بارت. خلي بالك كلمه بارت. بارت فروم اريا 6 بارت فروم اريا 8 اند اريا 9 دي اسمها فرونتال اي فيلد 1. ايه الايفكت؟ طب الفيرتيكال كونجوجيت موفمنت اوف ذا اي مين اللي ريسبونسبل عنها؟ قلت لكم قبل كده الهوريزونتال او اللاترال كده. طب اللي فوق والتحت مين اللي مسؤول عنها؟ قلتها وهجيبها سؤال في الامتحان. ها ها الفانكشن اوف ذا سوبير كوليكولوس بتاعت الميد برين. الميد برين سوبير كوليكولوس وانفير كوليكولوس. السوبير كوليكولوس قلنا انكلودد في الفيجو سبينال ريفلكسز اند هاز فيري امبورتانت رول ان ذا فيرتيكال كونجوجيت موفمنت اوف ذا اي. خلاص يبقى هنا الاريا 8 بارت فروم ذا فرونتال اي فيلد 1 والفرونتال اي فيلد 1 ريسبونسبل على الفولنتري لاترال كونجوجيت موفمنت اوف ذا اي. افكت اوف ليجن في اريا 8 البوث ايز ديفييتد تو ذا افكتد سايد اند ذا بيشنت كان نوت ريتيرن ذا اي تو ذا اوبزيت سايد. تلاقي عيان جاي لك محول عينتين والاثنين باصين ناحيه في ناحيه. اول ما عينتين والاثنين باصين في ناحيه وتجيب ايدك كده وتقول له حرك عينيك ناحيه صباعي كده وما تتحركوش دي فرونتال اي فيلد 1 على طول. انما معظمكم بقى يعني ما شاء الله هيشوف عينيه الاثنين محولين دماغه هتروح لفين؟ على طول دماغه هتروح لفين؟ للعين. ها؟
اي حاجه هيقول لك بقى ايه كرينيال نيرف 4 كرينيال نيرف 3 كرينيال نيرف 6 هنا اللاترال ريكتس بايزا هنا مش عارف الميديال ريكتس وهيتفلسف بقى والسوبير اوبليك تيرن اون وتيرن او هيقعد يعمل لك ايه افلام ويدخلنا في كلام احنا في غنى عنه. العينتين الاثنين ديفيتد تو وان سايد كان نوت ريتيرن تو ذا اوبوزيت سايد فرونتال اي فيلد 1 اريا 8 ستوب. بعد كده في الانفير فرونتال جايروس في تو ارياز عاملين كده بالظبط، واحده اسمها 45 واحده اسمها 44 ودي بنسميها موتور سبيتش اريا او بروكاس اريا، اسمها بروكاس اريا او موتور سبيتش اريا او انتيريور سبيتش سنتر، الثلاثه اسامي صح. في الانفير فرونتال جايروس حاجه اسمها اريا 45 واريا 44 في حته اسمها بارس تريانجولارس وبارس اوبيكولارس في الانفير فرونتال جايروس بنسميها الانتيريور سبيتش سنتر او بنسميها الموتور سبيتش سنتر او انتيريور سبيتش سنتر. نمرة واحد دي موجودة في الدوميننت هيمسفير فقط لا غير، موجودة في الدوميننت هيمسفير بس. يعني ايه دوميننت هيمسفير؟ في واحد واخد الابر هاند من الهيمسفيرز بتاعتنا وشغال والتاني محطوط احتياطي، كل الرايت هاندد الليفت هيمسفير هو اللي ايه دوميننت فيه، كل الليفت هاندد كل الرايت هيمسفير هو اللي دوميننت فيه. يعني احنا معظمنا الغالبية العظمى فينا 85% او 80% رايت هاندد، يبقى عندك ليفت سايد يبقى عندنا البروكاس اريا بتاعتنا على ليفت سايد. ماشي. الموتور سبيتش اريا او البروكاس اريا دي ريسبونسبل عن البرودكشن اوف ذا سبيتش، من الاخر هي اللي بتخليك تتكلم، هي اللي بتخليك ايه تتكلم. دي بتعمل ايه؟ دي بيجي لها اوديتوري سيميوليشن، بيجي لها فيجوال سيميوليشن، تقوم هي واخداهم وبعدين تقوم عامله انتربريتيشن للستيميوليشن اللي جايه لها دي وتترجمها خلاص الى تركيبه كده معينه انها تعمل برودكشن اوف ذا موفمنت اوف ذا ماسلز اللي بتعمل الايه الليترز. هي هتعمل التركيبه، تركيبه كده الكترونيه زي الكارت كده او شفره، هتعمل شفره تقوم بعت الشفره دي لاريا 6، اريا 6 تبعت الشفره دي لاريا 4 عشان في الاخر تخليك ايه تتكلم. بس مين اللي صمم في الاول خالص ان انا اقول المحاضره دي مهمه؟ شوف كلمه المحاضره دي مهمه، اريا 44 و45 هي اللي في الاول صممتها، بعتتها لاريا 6 قامت عامله التصميم بتاعت الحركه، بعتتها لاريا 4 قامت مطلعه الايه الحركه. بس باختصار كده من اخر من فلاح بروكاس اريا اريا 44 و45 انتيريور سبيتش سنتر دي بتبقى ريسبونسبل عن برودكشن اوف ذا سبيتش. ليجن في الاريا 44 و45 او البروكاس اريا هتديني حاجه اسمها اكسبريسيف افيزيا او في قول اخر اسمها موتور افيزيا، بس باختصار ما يعرفش يتكلم، ما يقدرش الا خلاص. But the patient can understand the words and he knows the words that he wanted to say and he can understand the words if it is written. يعني انت تقدر تتفاهم معاه بالكلام والكتابة وهو يتفاهم معاك بالكتابة، بس هنا مشكلته انه مش عارف يتكلم. بس يقرا لا، امتى بقى يتعود من الجهه الثانيه؟ اذا حصلت البروكاس اريا ليجن في البروكاس اريا بيفور ذا ثيرد يير اوف لايف فيري ايرلي قبل ما تتعلم السبيتش خلاص. اذا انت قبل ما يتعلم الكلام وحصل ليجن في البروكاس، البروكاس الثانيه على طول تشتغل. اذا وصل لغايه 10 سنين بعد 10 سنين نيفر نيفر ايفر فور ايفر كل حاجه، هات الايفرات كلها اللي في الدنيا مش هترجع. ماشي. او هات النيفرات كلها اللي في الدنيا مش هترجع.
يبقى العيان بتاعه الموتور سبيتش او الاكسبريسيف افيزيا ده بيفهم الكلام المكتوب، بيفهم الكلام المسموع، يقدر يتفهم بمين؟ بالكتابه. ولكن مشكلته ايه؟ ان هو ما يقدرش يطلع الكلام. يبقى هنا اريا 4 و6 و8 و44 و46 دول كلهم ايه يا شباب؟ سميناهم بري سنترال او الفيرست سوماتو موتور اريا. في حاجه تانية اسمها سكند سوماتو موتور اريا. السكند سوماتو موتور اريا دي موجوده على الميديال سيرفيس. لو ده الميديال سيرفيس في اريا هنا اهو، اريا 6 واريا 8، 6 و 8 اسمها سبليمنتري موتور اريا، اسمها سبليمنتري او سكند موتور اريا. سبليمنتري موتور اريا موجوده على الميديال سيرفيس بس. لو عملت السيميوليشن للسبليمنتري موتور اريا هتعمل بايلاترال موفمنت في الليمبس بس، بايلاترال مش في ناحيه واحده، باي لاتر. وبتحتوي على سنتر تاني اسمه سوبيريور سبيتش سنتر، اسمه سوبيريور سبيتش سنتر. لو حصل في ليجن في هذه السبليمنتري موتور اريا بتحصل حاجه اسمها تيمبوراري موتور افيزيا. تيمبوراري موتور افيزيا يعني العيان بعد شويه بيرجين السبيتش لان البروكس بتاعته شغاله. انما لو حصل ان دي بس حصل فيها ريشه بيحصل شويه ديستربنس كده الاول لغايه ما الايه المواتير ترجع تاني وتظبط نفسها. بعد كده نيجي لحاجه اسمها البري فرونتال اريا. البري فرونتال اريا ما تبقى من الفرونتال لوب، يعني بقيه السوبير والميدل والانفيرور فرونتال جيراي. الانفيرور سيرفيس بتاع الفرونتال لوب اللي هي الفاكتوري والانتيرور والبوستيرور والميديال واللاترال اوربيتال جيراي، والميديال سيرفيس اوف ذا فرونتال لوب اللي هو موجود في حاجه اسمها ميديال فرونتال لوب. كل ده هيبقى عباره عن بري فرونتال اريا. كانوا زمان بيقولوا ان البري فرونتال اريا دي ملهاش اي اهميه خالص، ولكن اتضح ان ليها اهميه قصوى. اسوسيشن فرونتال اريا اسمها اسوسيشن فرونتال اريا. هذه الاسوسيشن فرونتال اريا انكلودد في ايه؟ انتلكتشوال فانكشن. انتلكتشوال فانكشن الوعي والذكاء بتاع البني ادم. نمرة اتنين انكلودد في البيهيفير اوف ذا انديفيديوال، في التصرفات بتاعتك كبني ادم، كبني ادم ريسبكتبل ولينكد تو ذا سوشيال بيهيفير. نمرة تلاتة بتكنترول الفازوموتور والفيسرال اكتيفيتي، يعني بتكنترول السفنكتر كمان، خلاص انال سفنكتر و اليوريسترال سفنكتر. يبقى بتبقى انتلكشوال فانكشن بيهيفير زائد الفيسرال اند فازوموتور اكتيفيتي. طب ماذا يحدث لو فرونتال لوب راح؟ افكت اوف ليجن في الفرونتال لوب. نمره واحد الانتلكشوال فانكشن هتبقى افكتد، البيشنت هيبقى عنده لوس اوف اتنشن، لوس اوف اتنشن، هيبقى سرحان على طول مش هيقدر يركز ماشي، زائد ان هو هيحصل فيه لوس اوف ميموري سبيشيالي تو ذا ريسنت ايفنتس، لوس اوف ميموري سبيشيالي تو ذا ريسنت ايفنتس. افلام الهندي، ها القطر ماشي، القطر وقف فجأة، قام مخبوط في راسه قدام، قام صاحي كده، مراته قاعدة جنبه، أنت أنا ازيك يا شانكهار من كهار من أنت؟ إنني زوجتك. لا أعرفك، يا نهار أسود الراجل طار خلاص. زي برضو كان في فيلم مصري زمان قديم كده اسمه سيدة القطار، ده واحدة اسمها ليلى مراد وحسين صدقي، ممثلين من قدام قوي. ها برضه سيدة القطار ده الراجل عم حسين ده حصلت له حادثه، قام فاقد الايه؟ الذاكره. تيجي الافلام الهندي تاني يخبط راسه يفتكر تاني. ها؟ يفتكر. امبارح شفت مقطع كده من الحاجات اللي بتضحك قوي، اللي هو واحده في فيلم هندي افتر شوت في الفرونتال لوب هنا، شوت في الفور هيد، جالها رصاصه هنا، ها؟
قعدت طبعا عايشه حوالي 3-4 ساعات وعمال تتكلم وتوصي بقى وزعلانه وراح المستشفى وهو عمال يبكي عليها ويطبطب عليها وامها جت واخوها وابوها وعملوا هيصه ها وهي داخله كده الشوط الناحيه دي كده قبل ما تطلع من هنا بيكون بتاع الراجل خلاص اتكل على الله نعم في الافلام الهندي ده ممكن يعيش 10 سنين بعد كده فنمرة واحد هيحصل فيه ايه نمرة واحد هيحصل فيه الافكشن اوف انتلكتشوال فانكشن البيشنت هيلوس الاتنشن زائد اللوس اوف ذا ميموري سبيشالي تو ذا ريسنت ايفنت تشينج في البيهافير اوف ذا بيشنت تشينج في البيهافير اوف ذا بيشنت العيان هيحصل فيه تغيير في التصرفات بتاعته هيلوس للانترست او الكير اوف هيز ابييرنس يعني لوس يعني ايه لوس الاتنشن او الكير اوف هيز ابييرنس يعني انت هتبص تلاقي في ناس ماشيه في الشارع كده لابسه شوال بتاع ايه الشوال ده اللي هو ايه الخرق بتاع اللي بيحط فيه الرز والسكر ها خيش خلاص لابس خيش وفتحه من ناحيته وفتحه من ناحيته وقصير كده وماشي في الشارع وشعره وما اتغسلش بقاله 10 سنين ووشه وجسمه عليه طبق الطين قد كده وماشي حافي وفاكر نفسه ان هو دون جوان فاكر نفسه لابس بدله من دير كاردان وحاطط بي سان لوران ولا حاطط ما نضحكش هو ده ما ده غلبان ده الفرونتال البري فرونتال رايحه خلاص العيان هنا كمان بيفقد الاتاتشمنت او بيفقد البليف او الكونفور تو ذا سوشيال بيهيفير يعني ايه يعني العيان ده يقف وسط اي ميدان ويقلع هدومه ويعمل بيبي وهو واقف مره واحد كان هيعملها على السياره بتاعته وانا واقف في اشاره عند الضيافه عند سوق الضيافة واقفين في الإشارة واحد عند ماكدونالدز كده جاي رفع الجلابية وحي غرق العربية حظ كده منحوس منحوس عشان عارف ان انا بتاع نيورو فمش هخاف منه والله مش هخاف اصل ده لا يلام اصل واحد جه كده عمل كده هل ده بني ادم طبيعي؟ لا البني ادم اللي مش طبيعي اللي يقوم يتخانق معاه ويمسكه ويدب معاه خناقه ويشتمه ده انت الحمار انت البعيد الحمار انت ما تعرفش مفيش بني ادم طبيعي هيقبل على هذا الشيء انت حتى اول كلمه بيقولها له انت مجنون ده مجنون خلاص ده لص في حاجه خلته يعمل كده خلاص فبيعمل يعني بص مفيش قوانين في السوشيال بيهيفير بينتمي اليه يعمل اي حاجه في اي حد ماشي الكلام واخده كده شكارتين ولا كرتونتين وحطاهم تحت الشجره ونايمه وعامله مرجيحه تحت عامله في الشجره وجايبه عروسه وعاملاها عروسه وعامله فرن وقاعده عايشه حياتها مملكتها هي مش دريانه هي بتعمل يا جماعه والله ما دريانه بس هنا كمان العيان مش دريان ان هو بيعمل الميستيكس دي هو مش عارف ماشي الكلام في تشينج في المود بتاعه يا اما يبقى ايفوريك يا اما يبقى ديبريست يا اما يبقى ايفوريك يا اما ايه ديبريست ايفوريا اللي هو الضحك من غير سبب عمال يضحك على عمال على بطال مش الضحك من غير سبب اللي اتادب بقى هنا ممكن الضحك من غير سبب يكون جناح يكون مرض في البري فرونتال لوب ماشي او ممكن يجي له ديبريشن يبقى البري فرونتال اريا الافكتيف ريجن بتاعها هتعمل انتلكتشوال فانكشن deficiency او affection هتعمل loss of the memory هتعمل euphoria او depression هتعمل ال loss of the link to the society او social a loss ماشي كلام ده الفرونتال لوب ريس القديمه يفتكرها عشان القديمه دي في الليمبك لوب خلاص الليمبك سيستم الليمبك لوب ده انكلودد في الايه في الاولد لوب ده بالنسبه لمين يا شباب للفرونتال لوب بعد كده ندخل على البرايتال لوب
البارايتال لوب هيبقى فيه بوست سنترال جايروس سوبير بارايتال ليبيون انفير بارايتال ليبيون، وهيبقى عندك اللاترال سالكس ده في الانفير بارايتال ليبيون راكب عليه جايروس اسمه سوبرا مارجنال، والانفيرور اللاترال سوبرا مارجنال، والسوبيرور تمبرال راكب عليه الايه انجل ده سوبرا مارجنال او اريا 40 والانجولار اريا 39. ايه الفانكشنال ارياز اللي موجوده في التمبرال لوب؟ نمره واحد البوست سنترال جايروس بنسميها الفيرس ها سوماتو سنسور، هنا فيرس سوماتو ايه سنسور او اس ام 1، الثاني كانت ام اس 1 دي سنسوري، لان الاثنين بيبقوا سنسير وموتر. خلاص اللي قدام دي سنسير وموتور بس مور موتور، اللي ورا هتبقى سنسير وموتور بس مور سنسور. فهنا البوست سنترال جايروس بيبقى فيه اريا 3 و1 و2. الراجل اكتشفهم كده. نعم. برايتل يا راجل التمبرال تحت اهو. انا قلت ايه؟ هنا في التمبرال جايروس. ما هو ده السوبير تمبورال سالكس راكب فوقه انجولار جايروس، واللاترال سالكس راكب فوق السفرة مارجن ماشي، والسفرة مارجن والانجولار ترى حاجه اسمها انفير بارايتال ليبيو. يعني بارايتال يا شباب في بوست سنترال في السوبير بارايتال ليبيو في انفير بارايتال ليبيو. البوست سنترال جايروس في الفيرست سوماتو سنسوري اريا، اريا 3 و1 و2. 3 للاكسيرو سيبتيف سنسيشن، اكسيرو سيبتيف اللي هي البين والتمبريتشر، واحد واثنين بروبرو سيبتيف سنسيشن. البودي هنا برضه ريبريزنتد ابسايد داون، البودي هنا ريبريزنتد ابسايد داون برضه، الراس تحت والرجلين فوق، وبعدين معدي اكستنشن دي هتروح برضه زي دي كانت قدام اريا 4 واريا 6 واريا 8، هنا هيبقى في عندك اريا 3 1 و2 ورا السنترال في البارا سنترال ليبيو. الايفكت اوف ليجن هيحصل في كونترالاترال هيمي انيسيزيا، كونترالاترال هيمي انيسيزيا، بس البين والتمبريشر هيحصل فيهم ريجينز هيرجعوا، انما الفاين تاتش اللي هي تاكتايل لوكاليزيشن وديسكريمينيشن مش هيرجعوا. ليه هترجع البين والتمبريتشر؟ ليه هترجع البين والتمبريتشر؟ عشان احنا قلنا ان الاكسيروسيبتيف سنسيشن بتبقى ابريشيتد عند الليفل اوف ذا ثالاموس. ماشي الكلام؟ بعد ما تطلع للسريبرال كورتكس وتروح البوست سنترال جايروس ده للجادجمنت of the sensation, the severity of the pain, the severity of the temperature. ماشي الكلام؟ ده judgment بس. عندما receive pain و temperature أول ما يوصل لمين؟ للثالاموس. فهنا لو حصل البوست سنترال جايروس بتاعك باظ، فبيحصل contralateral hemi anesthesia، البين والتمبريتشر بيرجعوا، بس هنا هيحصل في loss of إيه بقى؟ الفاين سنسيشن، الفاين تاتش اللي هي البروبروسيبتيف سنسيشن هتبقى كومبليتلي لوست، مفيش حاجه اسمها تبقى، بس البين والتمبريتشر لما يرجعوا هل هم هيرجعوا بنفس الكفاءه؟ انا فقدت هنا مين؟ السنتر اوف جادجمنت، صح؟ يعني هنا العيان هيحس بين وهيحس تمبريتشر، بس هي كان نوت جادج ذا ديجري اوف ذا بين اوف تمبريتشر، هي حاسس حاجه سخنه بس ممكن تحرقه، بس ما يعرفش ان دي جامده قوي وهيسيبها. خلاص اقول لك انا حاسس حاجه بارده، اه حاجه سخنه، اه بس كمان ما يقدرش يجادج الويت والسايز، يعني حاجه محطوطه على ايده يقول لك اه حاجه محطوطه، بس هل هي تقيله ولا خفيفه ما يعرفش، هو ماسك حاجه هي كبيره ولا صغيره ما يعرفش. ماشي الكلام؟ دي الاريا ايه يا جماعه؟ 3 و1 و2 او السوماتو سنسوري اريا 1.
بعد كده السوبير بارنتال ليبيول في اريا تانية اسمها اريا 5 اند اريا 7. اريا 5 اند اريا 7. الاريا دي بتريسيف ديفرنت سنسيشن وتعمل لها انتربريتيشن مع بعض عشان في الاخر البيشنت يقدر يعمل حاجه اسمها ستيريوجنوز. يعني يعمل دكتور يعني وانا مغمض عيني كده دي مفاتيح خلاص ده ماركر ده مايك ماشي من غير ما اشوف هنا different sensation جت هتروح للاريا 7 and area 5 في السوبير بارايتال لوبيول هتجمعهم مع بعض هتقوم عامله لك الاستيريوجنوز. ليجن في اريا 5 و 7 هتديك حاجه اسمها الايه هنا للنفي استيريوجنوز. هنا العيان ما يعرفش يحدد عنده ايه. نيجي بقى للانفير برايتال ليبيول. الانفير برايتال ليبيول بتاعي فيهم اتنين اريا محترمين قوي اريا 40 و اريا 39. دول بيعتبروا جزء من حاجة اسمها فيرنكس كورتكس او فيرنكس اريا او بيسموها سنسوري سبيتش او بوستيرور سبيتش سنتر. اريا 40 و 39 سوبرا مارجنال وانجولار جزء من الفيرنكس مش كل الفيرنكس. الفيرنكس هتنكلود ايه تاني؟ البوستيرور بارت اوف ذا سوبيرور اند ميدل تمبرال جيرات. يعني دي كل دي الفيرنكس ما نغلطش بس ما نقولش الفيرنكس بتاعتي دي اللي هي اريا كام 39 و 40 بس لا 39 و40 والبوستيرور بارت اوف ذا سوبيرور والميدل تمبورال جايرات ودي هتسميها الايه السنسور سبيتش سنتر او بوستيرور سبيتش سنتر. هنا دي ريسبونسبل عن ايه بقى؟ دي ريسبونسبل عن انك بتخلي الواحد يفهم الكلام المقروء والكلام المسموع خلاص. ذا انديفيديوال كان اندرستاند ذا ريتن and the heard words. طبعا دلوقتي انتوا قاعدين سامعين كلكم ان انا بتكلم نيورو ماشي. لو الناس اللي ماسكه مذكرات دي وعماله تكتب ورايا هي فاهمه بتكتب ايه او بتقرا ايه خلاص. فدي بتخلي الواحد يقدر يفهم الكلام المقروء والكلام المكتوب. المقروء ما هي ده المكتوب. الكلام المكتوب والكلام الايه مسموع. انت سامع انا فاهم انا بقول ايه وفاهم انت بتقرا ايه. لو حصل في ليجن في الفيرنكس اريا طبعا الفيرنكس دي هيجيل عشان تعمل كده يبقى لازم يجي لها اوديتوري اند فيجوال سيميليشن لازم صح مش انت بتشوف وبتسمع يبقى دي لازم تبقى كونكتد مع الفيجوال والاوديتوري اريا دي علشان تخليك كمان تتكلم او عشان البروكاس اريا تتكلم يبقى لازم في كونكشن مع دي احنا فهمنا خلاص عشان تبقى فاهم انت بتقول ايه. فلو حصل في ليجن في الفيرنكس اريا بتحصل ايه بقى؟ بيحصل في حاجه اسمها سنسوري افيزيا. اسمها سنسوري افيزيا. الاولانيه دي كانت بتبقى اسمها موتر افيزيا او اكسبريسيف افيزيا دي بتسميها سنسوري افيزيا. ايه اللي بيحصل في السنسوري افيزيا دي؟ السنسوري افيزيا the patients cannot express himself او بيسموها يعني العيان ما بيقدرش يعبر عن نفسه. هنا بقى لا هو فاهم الكلام اللي قدامه ولا فاهم الكلام اللي بيسمعه ولا هو عارف يقول ايه. هو هنا مش عارف يقول ايه والعيان هنا كان يوز incorrect words. He can use
abnormal non-existing words and he is not aware of his mistakes. يجيب لك كلام ملوش اي معنى ولا اي حاجة في الوجود خالص. اي كلمة في اي حاجة مش عارف اجيب مثل ازاي يعني. خلاص مش عارف. وبعدين هو عايز مثلا يسيب المحاضرة ويمشي دلوقتي عشان عنده ثقافة. خلاص بتوع الثقافة هرشين دماغه ومش قادر يركز في المحاضرة. فيقعد يقول لك القطة ركبت على المترو والمترو نط على الجمل والجمل قاعد في تحت الأوضة والمية نزلت من البوتاجاز. ولا حاجة خالص. ذاكرت مين؟ ده مفيش. هو مش عارف. ماشي الكلام يا شباب؟ فدي بتسميها سنسوري ايه؟ افيزيا. انا مش عايز اطول علشان فيها كلام كتير. يبقى هنا البيشن كان نوت اكسبريس ايه هيم سيلف اند هي نوت اندرستاند ذا ريتن اور ذا هيرد ووردز. ايه؟ فيرنكس 21 22 اسوسيشن اوديتوري اريا. يا راجل حرام عليك. مفيش حاجة اسمها يعني 21 دي الاسوسيشن اريا. فيرنكس دي 41 39 و40. خلاص؟ الفرق بينها وبين الليجن في الريموت الجري فرونتال؟ طبعا. في هنا حاجة بس يا جماعة بعد ما نخلص يبقى اسألوا اللي انتوا عايزينه. في حاجة هنا غريبة جدا. لو حصل ليجن في الانجولار جايروس بس. ليجن في الانجولار جايروس. في البوستيريور بارايتال. لو حصل ليجن في الانجولار جايروس the patient cannot read and cannot write. cannot read اسمها أليكسيا. اسمها أليكسيا مش أليكسيا ألكسندريا يعني أليكسيا اللي هي cannot read وما يقدرش يكتب حاجة اسمها أجرافيا. يحصل في أليكسيا وفي أجرافيا لو حصل في ليجن في الانجولار جايروس بس. حاجة تانية مهمة جدا نسينا نقولها ان الفيرنكس اريا دي موجودة في الدوميننت هيمسفير زي البروكاس بالظبط. بس خلاص يبقى الفيرنكس والبروكاس موجودين في الدوميننت هيمسفير. في ليجن غريب جدا بس يعني مش عايز يعني اسمعوا كده واستغربوا وخلاص وما تسألوش فيه كتير. لو حصل في ليجن تاني في البوستيريو بارت اوف ذا بارايتال لوب بعد الانجولار جايروس كده بشويه البيشنت كان نوت ريكوجنايز ذا اوبوزيت سايد اوف هيز بودي ذات ات از بيلونجز هيم. ذا بيشنت كان نوت ريكوجنايز ذا اوبوزيت سايد اوف هيز بودي از ات بيلونجز هيم او هير. يعني ايه يا دكتور؟ يعني العيان يقف في المرايه يشوف نص جسمه وما يشوفش النص التاني. العيان يجي يلبس تبص تلاقيه لبس وساب نص مش لابسه. يلبس بنطلون لبس ناحية وساب الناحية التانية. جاي يحلق دقنه حلق ناحية وساب الناحية التانية. خلاص؟ ما تضحكش. بكرة تخش تشوف الحاجات دي. ماشي الكلام؟ وهو ما يعرفش ان في نص تاني تابعه. لما تيجي على التيمبرال لوب. تيمبرال لوب. فانكشنال كورتيكال ارياز في التيمبرال لوب. في السوبيرو تيمبرال جايروس في اريا اسمها البرايمري اوديتوري اريا او اريا 41 و 42 دي اسمها البرايمري اوديتوري كورتكس. برايمري اوديتوري كورتكس. مالك مين اللي زعلان كده؟ أشطب؟ عرفت؟ اريا 41 و42 او البرايمري اوديتوري كورتكس هنا الكوك البوس كوكليا ريبريزنتد فيهم. خلاص او كل كوكليا عفوا ريبريزنتد باي لاترال. فاكرين؟ خلاص فاكرين الاوديتوري باث واي لما قلنا بتروح في الفنترال والدورسال كوكليار نيوكلياي وتروح للترابيزود بودي اوف ذا سيم اند اوبوزيت سايد. فهتبقى كل واحده هنا اهو او الاثنين ريبريزنتد فين
في كل كورتكس. فلو حصل في ليجن في الاوديتور كورتكس ماذا سوف يحدث؟ قلتها قبل كده. ها؟ لا ما يحصلش ديفنس خالص. هيحصل بايلاترال ويكنس اوف هيرينج، بس هيبقى هاي على الاوبوزيت سايد. هيبقى اعلى على مين؟ على الاوبوزيت سايد. انما لو حصل بايلاترال ليجن هنا بس يحصل ديفنس. انما لو حصل يونيلاترال ليجن في اي اوديتوري كورتكس هيحصل بايلاترال امبيرنج اوف هيرينج. خلاص الهيرنج هيبقى امبيرد. كلمه امبيرنج دي جبتها مره في الامتحان، الطالب ما عرفتش كلمه امبيرنج يعني ايه. decreased bilaterally بس هيبقى اعلى شويه في الاوبوزيت سايد. حوالين اريا 41 و 42 في السوبير تمبرال في اريا ثانيه اسمها اريا 22. اريا 22 دي بنسميها الاسوسيشن اوديتوري اريا. اسمها ايه؟ اسوسيشن اوديتوري اريا من اسمها. دي هتحصل انتربريتيشن اوف ذا ساوند. انتربريتيشن اوف ذا ايه؟ ساوند. ده صوت بني ادم، ده صوت حمار، ده صوت حصان، ده صوت قطه، بس خلاص. ويعمل كمان يعمل شويه لوكاليزيشن اوف ذا سورس اوف ذا ساوند. لو حصل في ليجن في الاسوسيشن اوديتوري اريا ماذا سوف يحدث؟ العيان بيحصل له حاجه اسمها وورد ديفنس. اسمها ايه؟ وورد ديفنس. العيان مش يعني مش يعني هو مش عارف هو سامع ايه. خلاص هو مش عارف سامع ايه. حتى ليها اسم غبي شويه عالي شويه اسمه فيربال اكوستيك اجنوزيا. خلاص عفوا اكوستيك فيربال اجنوزيا. اكوستيك فيربال اجنوزيا عدم المقدره على تمييز الصوت المسموع. اريا 22 بس. انما 41 و42 دي هيحصل بايلاترال امبيرد ايه هير. التمبرال لوب الانفيرور سيرفيس بتاعت التمبرال لوب والاوكسيبيتال لوب هخلص انا المحاضره مش هسيبها. الانفيرور سيرفيس بتاعت التمبرال والاوكسيبيتال لوب كل الاريا دي موجود عليها حاجه اسمها فيشيال ريكوجنيشن اريا. اسمها فيشيال ريكوجنيشن اريا. جايين للاستراحه ولا ايه؟ ده في بريك دلوقتي. في بريك. فكر فكر. الانفيرور سيرفيس بتاعت التمبرال والاوكسيبيتال لوب عليه اريا اسمها فيشيال ريكوجنيشن اريا. هذه الفيشيال ريكوجنيشن اريا هي اللي بتخليك بقى من اسمها ايه؟ فيشيال ريكوجنيشن اريا. ها؟ الايدنتيفيكيشن اوف ذا بيبول باي ذير فيسز. هذا عبد الرحمن، هذا بنجر، هذا مصعب، هذا حسنين، هذا محمدين. الليجن في الفيشيال ريكوجنيشن اريا تؤدي الى حاجه اسمها بروس باجنوزيا. بروس باجنوزيا. ايه البروس باجنوزيا دي؟ inability to identify the people by their faces. بس ممكن تعمله ايدنتيفيكيشن بصوت. يعني انا مقابل الراجل ده، ازيك يا دكتور جمال؟ مين يا ابني انت؟ دكتور ده انا عبد الرحمن اللي كنت مزوغ بقالي شهر من المحاضرات ولسه جاي النهارده. ما اعرفكش. المهم بس ممكن ايه اعرفه. طب التمبورال لوب بتاعك ده بيحصل فيه ليجن ثانيه؟ في الاكسبيرمنتال انيمال لو حصل باي تمبورال لوبيكتومي. باي تمبورال لوبيكتومي في الانيمال بتعمل حاجه اسمها كلوفر بوسي سندروم. سندروم كده من السندرومات المشهوره جدا اسمه كلوفر بوسي سندروم. ايه الكلوفر بوسي سندروم ده؟ اول حاجه في السندروم ده هتبقى ايه؟ بروس باجنوزي. صح؟ نمرة اتنين بيحصل هايبر سيكسواليتي. طبعا كلكم عايزين بايلاترال لوبيك. كلوفر بوسي بوسي بي بوك.
كلوفر بوسي سندروم بيحصل بروسباجنوزي، نمرة 2 بيحصل هايبر سيكسواليتي، نمرة 3 بيحصل هايبر فيجيا، نمرة 4 increase all the oral activity، increase all oral activity يعني حيوانات تأكل بعض، يعض ويعض يأكل بعض، يأكل أي حاجة بالبق، بقه مفتوح على طول شغال، يأكل يعض يهوهو يعمل أي حاجة، ده مفتوح على طول. إنما لو حصل فيه في البني آدم بقى، ودي بتحصل كتير، لو حصل فيه تيومر في التيمبرال لوب، لو حصل فيه تيومر في التيمبرال لوب، تيمبرال لوب تيومر، أول حاجة بتحصل حاجة اسمها سايكوموتور إبيليبسي. سايكوموتور إبيليبسي يعني إيه سايكوموتور إبيليبسي؟ العيان ده لو حصل له شوية ستريس بيجي له إبيليبسي، اتخانقت مع جوزها على طول يجي لها إبيليبسي، العيال عصبوها ما عملوش الواجب بتاع الدرس جي لها على طول إبيليبسي، ما جابلهاش هدية في عيد ميلادها يحصل لها إبيليبسي. خلاص، حاجة اسمها سايكوموتور إيه؟ إبيليبسي. نمرة 2 بيحصل فيه حاجة في الفيجوال فيلد ديفكت، حتة في الفيلد كده بتروح، حاجة اسمها أبر لاترال كوادرانتك، يعني في حتة في الأي في الفيلد أوف فيجر بتروح، لما تيجي تعمل مجال إبصار بيلاقوا فيه حتة رايحة ربع فوقاني رايح. بيحصل تينيتس وأوديتري هالوسينيشن، تيتنس وأوديتري إيه؟ هالوسينيشن، يعني يحصل فيه وش في الودان وبعدين هوى السمعي، يعني ايه؟ سمع ناس بتكلمها او سمع ناس بتكلمه ومفيش ناس اصلا. خلاص؟ ايه؟ هنا التيمبرال لوب بلاي ان امبورتانت رول ان سكيزوفرينيا. الناس اللي عندهم سكيزوفرينيا لقوا التيمبرال لوب بتاعهم كمان فيه افكشن، والنيورو ترانسميتر بتاعتهم الدوبامين عندهم بيحصل فيه ديكريز. فهنا برضو التيمبرال لوب بلاي رول ان سكيزوفرين. اخر حته واخر لوب اللي هو مين؟ الاوكسيبيتال لوب. الاوكسيبيتال لوب بتاعنا فيه 3 ارياز. الاوكسيبيتال لوب فيه 3 ارياز. اريا 17 برايمري فيجوال اريا، محاطه اريا 18 واريا 19. اريا 18 و 19 دي اسمها اسوسيشن فيجوال اريا. على الميديال سيرفيس لو ده البرايتو اوكسيبيتال وده الكالكراي، خلاص بيبقى في هنا اريا 17 حواليها اريا 18 حواليها اريا 19. البرايمري فيجوال اريا دي ريسبونسبل عن جاست ريسيف الفيجوال ستيميوليشن بس، زائد ان هي هتكنترول الانفولنتري لاترال كونجوجيت موفمنت اوف ذا اريا. اريا 17 و 18 هتعمل انتربريتيشن اوف ذا فيجوال ستيميوليشن، يعني ايه؟ هتعمل ايدنتيفيكيشن اوف ذا اوبجكت يو سي من البريفيوس ميموري. خلاص، يعني انت زمان اتعلمت ان ده قلم، اتعلمت ان ده ريكوردر، اتعلمت ان ده مايك، اول ما تشوفهم انت هتشوف الرودز والكونز في الفسيولوجيا، رودز وكونز ومش عارف ايه، هتريسيف اللايت ستيميوليشن 17 هتشوفها ماشي. انما اللي هيخليك تقول دي ايه وتتعرف عليها 18 وايه؟ و 19. اذا حصل في ليجن في البرايمري فيجوال كوربس، اذا حصل في ليجن في البرايمري فيجوال كوربس ماذا سوف يحدث؟ انتوا مش خدتوا الفيجوال باثوي يا جماعه وقلتوا لي خدناه وما خليتونيش اقوله؟ لو حصل في ليجن في الفيجوال كوربس او الفيجوال راديشن ماذا سوف يحدث؟ ها؟ ماذا يحدث؟ حاجة اسمها كروست هومونيموس هيمي أنوبيا. لازم كلمة كروست
لازم ايه؟ كروس هومونوماس هيمي انوبيا. يعني ايه هومونوماس هيمي انوبيا؟ يعني التمبرال فيلد على عين والنزل فيلد على العين الثانيه، يعني العيان ما يشوفش على ناحيه بالكامل. اذا حصل في ليجن في الليفت لوب العيان ما يشوفش ناحيه يمينه دي خالص، يمينه اسود يمشي يخبط في الناحيه اليمين. العيان حصل فيه ليجن على الناحيه اليمين الناحيه الشمال بتاعته كلها سودة. ماشي كلام؟ فدي بتسميها ايه؟ كروس هومونيمس هيمي انوبيا لو حصل فيه ليجن في البرايمري فيجوال ايه. ماشي كلام؟ دي الفيجوال كورت، دي اصلا عفوا الكورتيكال فانكشنال اريا مع الايفكت اوف ليجن بتاعتها. المحاضره الجايه ان شاء الله اللي هي بكره الاثنين